هذا الفيديو برعاية الشركة العالمية للهواتف النقالة، مركزها الرئيسي كربلاء الهندية طويريج، مجاور مركز الشرطة بشارع المحكمة القديمة. طبعا اليوم راح اجرب لكم البصمة لجهاز الرينو 2F. طبعا هي تخلي لك مكان للبصمة هنا تقريبا اسفل الكاميرا اسفل الشاشة، فانت بامكانك ان تضغط عليها وراح تشوف تجربة البصمة بالنسبة لهذا الجهاز. هاي هي البصمة. هاي هي البصمة. طبعا تم تتحكم بالجهاز، خليت لك عدة أشياء للقفل حتى عندك قفل الوجه على التعرف على الوجه، لكن هو يكون عن طريق الكاميرا الأمامية. لكن بالنتيجة بصمة الموجودة بصمة الإصبع أنا أشوفها نوعا ما سريعة، مع ما أنا ما مخلي له لاصق للشاشة. طبعا بس تحدد لك المكان بالنسبة للبصمة راح تفتح عندك ببساطة، ما راح عندك تتأخر. وهاي هي البصمة، جدا سريعة، احنا متعودين على بصمات أوبو تكون سريعة. وشكرا للمتابعة، ياكم مرتضى جريحاوي وفي أمان الله. أوبو 2F البصمة السريعة بالنسبة للجهاز.